بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات المهمة والانعطاف التاريخية التي يمر بها عراقنا الحبيب من تفاقم الأوضاع وتطور الأحداث وعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المستمرة، تؤكد كتلة السائرون النيابية على رئيس الوزراء أن يقدم استقالته فوراً حفاظاً على دماء العراقيين ووحدة وطنهم، وعليه أن يعلم أن صوت الشعب سينتصر مهما حاولت قوى الفساد إخماده. وكذلك نعلن عن التزامنا التام بكل ما يصدر من سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله، وإننا كأعضاء مجلس النواب عن تحالف سائرون نضع استقالتنا رهن إشارة سماحة القائد والشعب، فإن وجودنا في مجلس النواب هو للدفاع عن حقوق جميع العراقيين، ولن نتردد لحظة واحدة في التضحية بكل ما نملك لعيون العراق وشعبه الكريم. وفي هذا الوقت الحرج جدا ندعو جميع القوى الوطنية أن تكون لها مواقف تتناسب مع الأحداث الجارية، وأن تغلب مصلحة العراق على جميع المصالح الأخرى، والعمل الحقيقي على إقالة الحكومة بأسرع وقت لتدارك الخطر الذي يهدد أمن العراق ومستقبله. ونحذر من أن مخاطر الأحداث إن استمرت فلن ينجو منها أي طرف وبدون استثناء، فالجميع في مركب واحد. مهما تعددت العناوين والانتماءات، ختاما ننتظر استقالة الحكومة لتكون الخطوة الأولى في طريق إطفاء الحرائق قبل فوات الأوان. اللهم احفظ العراق من شر الفتن والفاسدين، الكتلة النيابية لتحالف سائرون.